بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 92 إن شاء الله تعالى، مع شرح كلمة التوحيد في نصفها الثاني. وأشهد أن محمد رسول الله بصفة عامة، ومع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية العهد المدني أو نهاية العهد المكي وبداية العهد المدني بصفة خاصة، ومع هجرته صلى الله عليه وسلم بصفة أخص. مضى الكلام حول مقدمات الهجرة متمثلة في بيعتي العقبة الأولى والثانية، مقدمة ثانية متمثلة في إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة لأصحابه إلى يثرب، وموقف قريش ممن هاجروا، ومحاولة صدهم عن الهجرة، وإثنائهم عن موقفهم بالخطف والمنع وأخذ الأموال والتفريق بين الأهل بأمثلة سبق بيانها. ثم لما فشلوا في كل ذلك، رأوا أن يقتلوا صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم، فكانت مؤامرة قريش في دار الندوة، والتي حضرها أكبر شياطين الإنس أبو جهل ابن هشام، وأكبر الشياطين من الجن إبليس عليه لعنة الله. فأبو جهل عليه لعنة الله، وإبليس عليه لعنة الله. ورأينا كيف انتهت ندوة قريش باتخاذ قرار بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى يتفرق دمه في القبائل، فليكن الأمر موزعا على بطون قريش بأن يؤخذ من شبابها 40 فتى، يعني نأخذ 40 شابا قويا جلدا صارما معه سيفا صلتا، ليضرب محمدا صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد، وليتفرق دمه في القبائل. وكان الأمر كما حكاه الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فمكر الله بهم، وأعلم رسوله عليه الصلاة والسلام، وأعطي الإذن بالهجرة بعد أن استحكمت الحلقات حوله، ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. بدأ الترتيب من النبي عليه الصلاة والسلام لأمر الهجرة، التي لم تكن رحلة ترفيهية ولا رحلة سهلة، لم تكن تكريمية كالإسراء والمعراج، وإنما كانت رحلة تشريعية ملؤها الجهاد، وملؤها الأخذ بالأسباب، وبيان نصرة الدين، والصراع بين الحق والباطل.
فها هم الذين كفروا يجتهدون في إطفاء نور الله ويعملون على تعذيب المؤمنين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وتمثلت في الهجرة هذه المعاني التي فيها الصراع بين الحق والباطل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، كما غلقت المساجد الآن دون أن تغلق الأسواق ودون أن تغلق طرق المواصلات أو مكاتب العمل أو المصانع أو غير ذلك، إنما الحرص التام العام على إغلاق المساجد لا جمع ولا جماعات تنفيذا لمخططات أعداء الإسلام. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، والدائرة قادمة إن شاء الله على الظلمة، وها هي تصفية الحسابات تتلاحق والنذر يتبع بعضها بعضا دون الدخول في التفاصيل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الهجرة دروس وعبر، وفيها ولينصرن الله من ينصره، وفيها كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وفيها يوم أن تباطأ بعض المسلمين عن الجهاد قيل لهم ترى هل أنتم الذين تنصرون هذا الدين، ويذكر الله عز وجل موقفا حدث لنبيه عليه الصلاة والسلام قبل 9 سنوات مع الهجرة، والآن نحن في غزوة تبوك غزوة العسرة، فيذكرهم الله بهذه الآية العظيمة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه على الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. دائما وأبدا كلمة الله هي العليا، مهما اشتد الخطب ومهما عظم الكرب ومهما توالت المحن، فالنتيجة أن كلمة الله هي العليا. سيمكر خصوم الإسلام بدعوته وبأول داعية له وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل بقرآن ربنا سبحانه وتعالى. فها هنا في الهجرة تجلى المكر بأن يحبس الرسول عليه الصلاة والسلام أو يقتل أو ينفى بإخراجه من الأرض، ومع ذلك فعلى الداعية أن يلجأ إلى ربه وأن يثق فيه وأن يتوكل عليه وأن يعلم أن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله، وأن مكر الكافرين ومن والاهم لا ينقطع، وأنه مكر كالذي عبر الله عز وجل عنه بقوله: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لكن هذا المكر كما قال الكبير المتعال: ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. سيمكر أهل الباطل وخصوم الدعوة ويستخدمون كل ما يملكون لمحاربة الإسلام، سيستخدمون الأموال في إغراء النفوس الضعيفة، في بث الإعلام الداعر الفاجر
سيما في أيام التقى في شهر رمضان، تضحيات منهم في زمن الكورونا لا دخل لهم بالحظر، إنهم يعملون ليل نهار، لأن شياطين الإنس لا يتصورون أن يكون هناك رمضان بلا أفلام جديدة وفوازير جديدة ومسلسلات جديدة تملأ على الناس حياتهم بالليل والنهار لتفسد عليهم صيامهم ولتفسد عليهم دينهم ولتزيد الشقة بين العبد وربه وبين المرء وزوجه ولتنتشر الفواحش لا تكون سرا بل تكون علانية، فواحش ظاهرة وأخرى باطنة محادة لقول الله عز وجل: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فهم لن يألوا جهدا بأن يحاربوا هذه الدعوة وبصور إلى ضعاف النفوس محببة وأصحاب الشهوات وأصحاب الشبهات، ومع ذلك فربنا يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. إن الذين كفروا على اختلاف مللهم ونحلهم وطوائفهم ومن والاهم فصار منهم، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الذين كفروا على اختلاف صنوفهم وعلى تنوع خياناتهم وصور موالاتهم، إن الذين كفروا ينفقون فعل مضارع يفيد الاستمرارية دائما وأبدا، ينفقون من أموالهم، لا نحن المسلمين الذين قالوا لا يقال لنا خذ من أموالهم صدقة، من للتبعيض، زكاة ما بين ربع العشر ونصف العشر والعشر وأقصاه الخمس في الركاز، والنصف العشر والعشر في الزروع والثمار، وربع العشر في الأموال والذهب والفضة وعروض التجارة. نعم، لكن الذين كفروا ما لهم؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، ولو استدعى الأمر كل ميزانيات دولهم في القضاء على المسلمين، في أسرهم، في قتلهم، في تنصيرهم، في تشريدهم، في جعل العالم الإسلامي متخلفا مواليا لهم بحيث تكون لهم القمة وتكون لهم الصدارة، جهود جبارة مستمرة لا تعرف الكلل ولا الملل بل مكر الليل والنهار، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، سيقولون لك في سبيل الإخاء والمحبة والسلام وفي سبيل كذا وكذا، كل الدعايات الكاذبة
ينفيها الله ويكذبها ليقول لك إن كل هذه الجهود وهذه الأموال إنما هي للصد عن سبيل الله، للصد عن دين الله، لمحاربة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لرد المسلمين عن دينهم وصدهم عن سبيل الله. فيقول الله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. طب والدين نفسه؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم لكن لم ييأسوا منكم، فستظل الحروب قائمة إلى أن تصل لهذه الدرجة. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نعوذ بالله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها فالفاء هنا للتعقيب، فسينفقونها والسين للمستقبل وفيها معنى الإمهال، فسينفقونها التي هي أيضا بصيغة المضارع التي تفيد الاستمرارية. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، النتيجة يا رب ثم تكون عليهم حسرة، هزيمة معنوية متمثلة في الحسرة على ما ألم بهم، مثل ما يقول مثلا هذا المدعو ترامب: احنا أنفقنا تريليونات على العرب وعلى المسلمين وعلى منطقة الشرق الأوسط وهو الآن نادم على أنه أنفقها. مثلا تريليونات يا عالم، ميزانيات دول، ولا المنصرون الذين أنفقوا مثل هذه التريليونات أيضا منذ أكثر من قرن من الزمان، والنتيجة لم يسلم، لم يخرج من دينه، أو لم يتنصر من المسلمين سوى طفل اختطفوه، أو رجل لا يبالي بالدين، أو رجل لا يعرف الإسلام، أو كذا أو كذا. ولذلك تحولت الجهود إلى ذبذبة المسلمين بإخراجهم من الإسلام وعدم إدخالهم في النصرانية بزعم أن النصرانية شرف لهم لا يستحقونه. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، هذه الهزيمة المعنوية، ثم يغلبون، وهذه الهزيمة المادية، ثم يغلبون. عملوا أمام الكورونا يغلبون، ماذا هم أمام الملاحم التي بشرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام وفيها انتصارات الإسلام والمسلمين؟ ثم يغلبون، فتوحات ينتشر معها الإسلام في ربوع الأرض حتى ما يدع بيتا من مدر، والمدر هو الطين، ولا وبر هو الشعر أو الصوف، يعني معناه لا يترك كوخا ولا خيمة، فضلا عن بقية العمران، إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. الله أكبر. بعد كل هذه الجهود الجبارة فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. بعد ما بين الجزاء الدنيوي حسرة كهزيمة معنوية، ثم يغلبون الهزيمة المادية، طيب الآخرة: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، هكذا هم في الآخرة، ليس لهم إلا النار وبئس القرار. لماذا يا رب؟ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. الله أكبر. مع دروس الهجرة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الغزوة، غزوة الهجرة، غزوة بأعظم معانيها وموقعه بكل ملابساتها، هذه الواقعة والموقعة والغزوة والحادثة العظيمة الهجرة
كان فيها من دقة التخطيط والأخذ بالأسباب ما يعجز عنه كبار القادة، لكنه توفيق الله ونصره لرسول عليه الصلاة والسلام. فالتوفيق حليفه والنصر معه. فمن تأمل حادثة الهجرة ورأى دقة التخطيط فيها ودقة الأخذ بالأسباب من ابتدائها إلى انتهائها ومن مقدماتها إلى ما جرى بعدها، يدرك أن التخطيط كان مسددا بالوحي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا التخطيط جزء من السنة النبوية التي ينبغي أن نتأسى بها، وهو جزء من التكليف الإلهي في كل ما يطالب به المسلم، وأنه لا ينبغي للمسلمين أن يميلوا إلى العفوية بحجة أن التخطيط وإحكام الأمور ليس من السنة. لا، بل أمثال هؤلاء مخطئون ويجنون على أنفسهم وعلى المسلمين. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة أعظم قائد يحكم أمر خطة الهجرة بطريقة عجيبة، آخذا بالأسباب ولاجئا إلى رب الأسباب، لاجئا وملتجئا إلى الله عز وجل. وجود تنظيم دقيق للهجرة حتى نجحت برغم ما يكتنفها من صعاب وعقبات، حرب بكل الإمكانيات ما بين قوى الشرك وجحافل مكة وصناديد قريش مع رجلين فقد العدد والعدد، أتباع النبي عليه الصلاة والسلام هاجروا، ولا عدة ولا أمر بالجهاد ولا الدفاع عن النفس، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يحكم أمر الهجرة بصورة عجيبة، مجيئه عليه الصلاة والسلام إلى بيت أبي بكر في وقت شدة الحرب، في الوقت الذي لا يخرج فيه أحد من البيت، ولم يكن هذا من عادته عليه الصلاة والسلام، لكنه التخفي وأخذ الحيطة، إخفاء شخصيته عليه الصلاة والسلام في مجيئه لبيت الصديق حين جاء متقنعا لا يكاد يعرفه أحد، جاء عليه الصلاة والسلام ملثما، الذي لو قدر له أن يرى يقول ملثم من شدة الحر ونفح الشمس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يعرف وهو ذاهب إلى بيت أبي بكر في هذا الوقت، حتى دخل بيت أبي بكر يقول له أخرج من عندك، لأن الأمر في غاية السرية. فلما بين له أبو بكر إنما هم أهلك يا رسول الله، بدأ الحديث عن أمر الهجرة وأن الله أذن له في الهجرة، وطلب منه أبو بكر الصحبة فقال الصحبة، وفرح أبو بكر بذلك. ثم خرجه عليه الصلاة والسلام ليلا، وليس من الباب المعهود في منزل أبي بكر الذي يخرج منه ويدخل فيه، وإنما من باب خلفي يعرف بخوخة أبي بكر. وبلغ الاحتياط مداه باتخاذ طرق غير مألوفة للقوم، والاستعانة في ذلك بخبير يعرف مسالك البادية ومسارب الصحراء، ولو كان ذلك الخبير مشركا ما دام أمينا وصاحب خلق ورزانة. وفيه دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يحجم عن الاستعانة بالخبرات مهما كان مصدرها. وفيه دليل أيضا على أنه يجوز أنك تستأجر الكافر أو المشرك إذا علمت أمانته، ليكون أجيرا عندك لا لتكون أجيرا عنده، ولا ليكون سيدا عليك. والتورية، كل الناس تعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام سيذهب إلى المدينة شمالا فيبيت ثلاثة أيام بلياليها في غار ثور الذي يتجه جنوبا على بعد أميال من مكة في جهة اليمن. انتقاء الشخصيات العاقلة لتقوم بالمعاونة في شؤون الهجرة. ويلاحظ أن هذه الشخصيات
أن هذه الشخصيات كلها ترتبط برباط القرابة ورباط العمل الواحد، مما يجعل من هؤلاء الأفراد وحدة متعاونة على تحقيق الهدف الكبير. ووضع كل فرد من أفراد هذه الأسرة في عمله المناسب الذي يجيد القيام به على أحسن وجه ليكون أقدر على أدائه والنهوض على بتبعاته والنهوض بتبعاته ليكون أقدر على أدائه والنهوض بتبعاته. فكرة نوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه مكان الرسول عليه الصلاة والسلام فكرة ناجحة قد ضللت القوم وخدعتهم وصرفتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى خرج في جنح الليل تحرسه عناية الله وهم نائمون. لقد ظلت أبصارهم معلقة بعد اليقظة بمضجع الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كانوا يشكون في أنه ما زال نائما مسجا في بردته، في حين أن النائم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والذي كانت من مهامه أنه ينام في فراش الرسول عليه الصلاة والسلام ليخدع القوم ويسلم الودائع ويلحق بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. الودائع ردها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. رغم كل هذا العداء والإيذاء والمخاطرة بوجود علي بين المشركين وهو لا يزال يعني في شبابه وكذا، لكن وسيكون وحده في مكة باستثناء المستضعفين الذين خلف جدران السجون، سبحان الله، لكن لابد من أداء الأمانات. هل يعي المسلمون هذا الدرس؟ ومع مين؟ مع محاربين، مع مقاتلين، مع أناس يريدون القضاء على الدعوة وقرروا قتل صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم. علي لا تهاجر إلى المدينة إلا بعد أن ترد كل الودائع لأصحابها وتبحث عنهم وتسأل عنهم هكذا. ثم رأينا من أبطال الهجرة رأينا عبد الله بن أبي بكر، رجل المخابرات الصادق، كاشف تحركات العدو، الذي يبيت في حراسة النبي عليه الصلاة والسلام وأبيه أبي بكر، وقبل طلوع الفجر وقت السحر يعود لكأنما بات في بيته، ويظل يتحسس الأخبار ويسمع ما يقوله قريش وما تمكر وما تفعل وإلى أي شيء وصل وإلى أي قرارات اتخذوا. رجل مخابرات من أعلى طراز، عامر بن فهيرة الراعي البسيط له دور، يقدم اللحم واللبن إلى صاحبي الغار، يبدد بأغنامه آثار أقدام المسيرة التاريخية للنبي عليه الصلاة والسلام والصديق أولا، ولعبد الله ابن أبي بكر الذي يوميا يروح ويجيء، وأسماء التي تقدم الغذاء. فهذه الأغنام تبدد آثار أقدام المسيرة كي لا يتفرسها القوم، وقد علمت مدى خبرة القوم بمعرفة الأثر. لقد كان هذا الراعي يقوم بدور الإمداد والتموين والتعمية. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ذات النطاقين، حاملة التموين من مكة إلى الغار وسط جنون المشركين بحثا عن محمد صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. عبد الله بن أريقط دليل الهجرة الأمين، خبير الصحراء البصير، ينتظر في يقظة إشارة البدء من الرسول عليه الصلاة والسلام ليأخذ الركب طريقه من الغار إلى يثرب. الله أكبر، أي تخطيط هذا؟ أي تدبير للأمور هذا على هذا النحو الرائع الدقيق، واحتياطا للظروف بأسلوب حكيم، ووضع كل شخص من أشخاص الهجرة في مكانه المناسب، التي قيل عنها وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، على عكس ما يفعل المسلمون الآن، وسد لجميع الثغرات، وتغطية بديعة لكل مطالب الرحلة، واقتصار على العدد اللازم من الأشخاص من غير زيادة ولا إسراف. الله أكبر، إنه الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب المعقولة أخذا قويا حسب استطاعته وقدرته، مع اللجوء إلى ربه، ومن ثم باتت عناية الله تحرسه. إنه الأخذ بالأسباب،
أمر ضروري وواجب، حتى قيل في قواعد أهل السنة: الأخذ بالأسباب واجب وتركها معصية والاعتماد عليها شرك. فالأخذ بالأسباب واجب، لكن لا يعني ذلك دائما حصول النتيجة، وذلك لأن هذا أمر يتعلق بمشيئة الله عز وجل، ومن هنا كان التوكل على الله أمرا ضروريا، وهو من باب استكمال اتخاذ الأسباب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعد كل الأسباب واتخذ كل الوسائل، ولكنه في الوقت نفسه مع الله يدعوه ويستنصره أن يكلل سعيه بالنجاح، وهنا يستجاب الدعاء وينصرف القوم بعد أن وقفوا على باب الغار، وتسيخ فرس سراقة في الأرض، ويكلل العمل بالنجاح. إنه الإيمان بالمعجزات الحسية التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام في هجرته، هي دلائل ملموسة على حفظ الله له ورعايته لرسوله عليه الصلاة والسلام، ثم هي دلائل نبوته وشواهد رسالته عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما روي من نسيج العنكبوت على فم الغار، وصيغة روي هنا بمعناها الاصطلاحي صيغة تضعيف، مع أن البعض رام تصحيحها ويستأنس بها. ومنها ما جرى للرسول عليه الصلاة والسلام مع أم معبد، ورأينا قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع أم معبد ووصف أم معبد للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم ما جرى له مع سراقة، وكيف خرج سراقة في أول اليوم يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي وقت الظهيرة إلا وسراقة يدافع عنهما ويخبئ عن النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله العظيم، سبحان مقلب القلوب، سبحان مغير الأحوال. سراقة يرجو أن يظفر بالجائزة 100 من الإبل لكل واحد من الرجلين، يعني لو استطاع أن يظفر بالنبي عليه الصلاة والسلام وبصاحبه أبي بكر، فيكون عنده 200 من الإبل. لحق سراقة بن مالك بالنبي عليه الصلاة والسلام، آخر ما وصلنا إليه في المحاضرة السابقة، وخاست أقدام الفرس في رمل أو في صخر المرة تلو المرة، حتى أيقن أن الأمر ليس طبيعيا، وليس هذا من دأب فرسه التي تسابق الريح. فرفع يده ورفع صوته ونادى يطلب الأمان: الأمان الأمان يا محمد. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أبو بكر في حراسة كاملة ودائمة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وله قام سراقة من وقعته ونفض ثيابه، وارتفعت الفرس بأقدامها التي ساخت إلى ركبتيها، ثم وصل عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو يطلب الأمان، وقال: يا محمد، يعني ما أخرجني إلا أن قومك جعلوا فيك الدية 100 إبل، إذا استطعت أن آتي بك حيا أو ميتا وبصاحبك فاعذرني وأطلب منك الأمان واكتب لي كتاب أمان. ثم راح يعرض عليهم الزاد والمتاع فلم يأخذها منه تعففا، فالداعية لا يطلب شيئا لنفسه. ثم قال: يعني ما من خدمة أقدمها؟ قال: اخف عنا، يعني خب عنا الطلب ما استطعت، اخف عنا. ف
في رواية عن أبي بكر قال: ارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا منهم أحد غير سراقة بن مالك بن جشعم على فرس له، فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. ورجع سراقة فوجد الناس في الطلب، فجعل يقول: قد استبرأت لكم الخبر، قد كفيتم ما ها هنا، قد كفيتم ما ها هنا. هذا الطريق اطمئنوا، أنا يعني تحريت تماما وعرفت أنه ما في حد مر فيه، ولا في أثر أقدام ولا أثر خيل ولا فرس ولا شيء. قد كفيتم ما ها هنا. وسبحان الله، كان أول النهار جاهدا عليهما وفي آخره حارسا لهما. إنها المعجزات. وانظر إلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام، خرج في صورة الشريد الطريد، يعطي الأمانة لسراقة بن مالك، ثم يبشره ويعده بماذا؟ بماذا؟ بشيء موجود في مكة أو في المدينة؟ لا لا، يعده بسواري كسرى، صعلوك من صعاليك مكة، يلبس سواري كسرى. إيه والله، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف بك يا سراقة وقد توجك الله بسواري كسرى؟ كيف بك يا سراقة وقد توجك الله بسواري كسرى؟ وتمضي الأيام، عهد الهجرة 10 سنوات، يموت النبي عليه الصلاة والسلام والوعد لم يتحقق. تأتي خلافة أبي بكر رضي الله عنه في سنتي الخلافة وحروب الردة والمرتدين ومانع الزكاة الناكفين، والوعد لم يتحقق. فلما كانت خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكانت الفتوحات، ففتحت بلاد الفرس وفتحت بلاد الروم، وإذا بالجواهر والحلي جيء بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيها سوار كسرى، جاءت كل الجواهر في صندوقها لم تمس. تخيل، من بلاد فارس تصل إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وجندي فقير الحال يحملها، ما فكر من باب حب الاستطلاع ينظر ما هذا. وعمر لما يفتح الصندوق ويجد فيه كل هذا الذهب وهذا الحلي والجواهر واللآلئ، وهذا الجندي لم يمس منها شيء، ويسأل ويطمئن أن هذا الجندي حتى يقول: ما نظرت إليها. هناك قيل له: قل لنا من أنت حتى نذكرك عند عمر. قال: ما أردتك ولا أردت عمر، ولو أردت عمر ما رأيتها أنت ولا عمر. الله أكبر، الأمانة في أعظم صورها. عمر يسمع هذا ويعلم بهذا فيبكي لهذا العجب، لهذه الأمانة التي بلغت هذا المستوى. فيقال له: لما تعجب يا أمير المؤمنين، لما تعجب؟ عففت فعفوا، عففت فعفوا،
ولو رتعت لرتعوا، عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. المليارات والتريليونات اللي بيسموها الرز أين ذهبت؟ عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. نعود إلى سراقة بن مالك الذي طلب الأمان من النبي عليه الصلاة والسلام وقال له كيف بك إذا لبست سواري كسرى، ومضت الأيام حتى جيء بسواري كسرى لعمر ومنطقته وتاجه، فقام عمر ينادي بأعلى صوته أين سراقة بن مالك، أين سراقة بن مالك. الله أكبر، الله أكبر. فجاء سراقة بن مالك وعمر رضي الله عنه يلبسه إياها، وكان سراقة رجلا كثير الشعر الساعدين، فقال له عمر ارفع يديك، فقال الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز، الحمد لله الذي سلبهما كسرى ابن هرمز وكساهما سراقة ابن مالك، الحمد لله الذي سلبهما كسرى ابن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس، الذي كان يقول أنا رب الناس، وألبسهما سراقة ابن مالك ابن جشعم أعرابيا من بني مدلج، ورفع بها عمر صوته، ثم أركب سراقة وطوف به المدينة والناس حوله وهو يرفع عقيرته مرددا قول الفاروق الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن جشعم أعرابيا من بني مدلج. إنه الوعد الذي لا يتخلف وإن تأخر، وإن تأخر. رسول يخرج من مكة شريدا طريدا وعنده هذا التفاؤل وذلكم الأمل، الله أكبر. وسبحان مقلب القلوب، سراقة في بداية أمره يريد القبض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسليمه لزعماء مكة لينال 100 ناقة، وإذا بالأمور تنقلب رأسا على عقب ويصبح يرد الطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يلقى أحدا من الطلب إلا رده قائلا قد كفيتم هذا، اطمأن إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة المنورة. جعل سراقة يقص ما كان من قصته وقصة فرسه، واشتهر هذا عنه وتناقلته الألسنة حتى امتلأت به نوادي مكة، فخاف رؤساء قريش أن يكون ذلك سببا لإسلام بعض أهل مكة، وكان سراقة من بني مدلج وكان يمثل فيهم يعني مكانة ومنزلة، فكتب أبو جهل إليهم بني مدلج إني أخاف سفيهكم سراقة مستغوي لنصر محمد عليكم به ألا يفرق جمعكم فيصبح شتا بعد عز وسؤدد. فرد سراقة على أبي جهل قائلا أبا الحكم، أبا حكم اللات لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه، عجبت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقومه، عجبت ولم تشك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه،
عليك فكف القوم عنه فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه بأمر تود الناس فيه بأسرهم بأن جميع الناس طرا مسالمه. الله أكبر، الله أكبر. إنه الحق يصدع به الأعداء. ثم ماذا من دروس الهجرة مع ما ذكرنا؟ جواز الاستعانة بالكافر المؤتمن كما كان في اتخاذ عبد الله بن أريقط، دور المرأة في نصرة هذا الدين كما رأينا دور أسماء في الهجرة وما قامت به من دور عظيم في تموين النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه في الغار بالماء والغذاء، كيف تحملت الأذى في سبيل الله، كيف خبأت أمر أبيها ورسول الله عليه الصلاة والسلام على أبي جهل الذي ضربها حتى قطع أذنها حين قال لها أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قالت قلت لا أدري والله أين أبي؟ قالت فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي، قالت ثم انصرفوا. إنه درس من أسماء رضي الله عنها والتي ظلت هكذا صامدة حتى بلغت من الكبر عتية. إنها أسماء تعلم نساء المسلمين دروسا جيلا بعد جيل، كيف تخفي أسرار المسلمين عن الأعداء، كيف تقف صامدة شامخة أمام قوى البغي والظلم، كيف تؤدي دورا فيما تستطيعه المرأة، كيف فعلت أسماء بفطنتها دورا كان له أكبر الأثر. حين هاجر أبو بكر رضي الله عنه أخذ ماله معه، وكان أبوه أبو قحافة لا يزال على الشرك وقد ذهب بصره، فسأل أين أبوك يا أسماء؟ فعلم أنه هاجر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت كلا يا أبتي، ضع يدك على هذا المال. قالت فوضع يده عليه فقال لا بأس، إذا كان فقد أحسن. وفي هذا بلاغ لكم. قالت والله ما ترك لنا شيئا، ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك. بهذه الفطنة والحكمة سترت أسماء أباها وسكنت قلب جدها الضرير من غير أن تكذب، فإن أباها قد ترك لهم حقا هذه الأحجار التي كومتها لتطمئن لها نفس الشيخ، إلا أنه قد ترك لهم معها إيمانا بالله لا تزلزله الجبال ولا تحركه العواصف الهوج ولا يتأثر بقلة أو كثرة في المال، ورثهم يقينا وثقة بالله لا حد لها، وغرس فيهم همة تتعلق بمعالي الأمور ولا تلتفت إلى سفاسفها، فضرب بهم للبيت المسلم أعظم مثال عز أن يتكرر وقل أن يوجد نظيره. لقد ضربت أسماء رضي الله عنها بهذه المواقف لنساء وبنات المسلمين مثلا هن في أمس الحاجة إلى الاقتداء به والنسج على منواله. ظلت أسماء مع أخواتها في مكة لا تشكو ضيقا ولا تظهر حاجة حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأبا رافع مولاه وأعطاهما بعيرين و500 درهم إلى مكة، فقدما عليه بفاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام وأم كلثوم، فاطمة أم كلثوم ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام، وسودة بنت زمعة زوجه صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد مولاه أو ابن مولاه، وأمه بركة المكناة بأم أيمن حضنة النبي عليه الصلاة والسلام،
وخرج معهم عبد الله ابن أبي بكر بعيال أبي بكر فيهم عائشة وأسماء، فقدموا المدينة فأنزلهم في بيت حارثة بن النعمان رضي الله عن الجميع وأرضاهم. من دروس الهجرة: أمانات المشركين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أيقن المشركون أنه لا أحد في مكة أمين كمحمد عليه الصلاة والسلام. يزعمون أنه ساحر، أنه مجنون، أنه كذاب، لكن ما يعرفون أحدا أخير منه، لا في أمانته ولا في صدقه، فكانوا لا يضعون حوائجهم ولا أموالهم التي يخافون عليها إلا عنده. وهذا يدل على أن كفرانهم لم يكن بسبب الشك لديهم في صدقه، وإنما بسبب تكبرهم واستعلائهم على الحق الذي جاء به، وخوفا على زعامتهم وطغيانهم. وصدق ربنا إذ يقول: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وفي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بتأدية هذه الأمانات لأصحابها في مكة برغم الظروف الشديدة التي كان من المفترض أن يكتنفها الاضطراب، بحيث لا يتجه التفكير إلا إلى إنجاح خطة هجرته فقط، برغم كل ذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان لينسى أو لينشغل عن رد الأمانات إلى أهلها، حتى لو كان في أصعب الظروف التي تنسي الإنسان نفسه فضلا عن غيره. فهل يعي المسلمون الدرس؟ ثم ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرض عليه أبو بكر الراحلة قال: بثمنها، بثمنها يا أبا بكر. ما قبل أن يركب الراحلة حتى أخذها بثمنها من أبي بكر رضي الله عنه، لكن ما كان معه الثمن، فاستقر الثمن دينا بذمته. وهذا درس واضح بأن حملة الدعوة لا ينبغي أن يكون عالة على أحد في وقت من الأوقات، بل ليكونوا مصدر العطاء في كل شيء، لتكن يدهم هي العليا لا تكون السفلى. وهكذا يصر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الراحلة بالثمن، ولسان حاله يقول: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. إن الذين يحملون العقيدة والإيمان ويبشرون بهما ما ينبغي أن تمتد أيديهم إلى أحد إلا الله، لأن هذا يتناقض مع ما يدعون إليه. وقد تعود الناس أن يعوا لغة الحال لأنها أبلغ من لغة المقال، وما تأخر المسلمون وأصابهم ما أصابهم من الذل والهوان إلا يوم أصبحت وسائل الدعوة والعاملون بها خاضعين للغة المادة، إذ ينتظر الواحد منهم مرتبه، ويومها تحول العمل إلى عمل مادي، فقد الروح والحيوية والوضاءة، وأصبح للأمر بالمعروف موظفون، وأصبح الخطباء موظفين، وأصبح الآئمة موظفين، وتحولت الدعوة من رسالة إلى وظيفة، فآلت إلى ما آلت إليه فيما لا يحتاج إلى تفسير أو تفصيل. إن الصوت الذي ينبعث من حنجرة وراءها الخوف من الله والأمل في رضاه والإحساس بأنها رسالة يختلف عن الصوت الذي ينبعث ليتلقى دراهم معدودة ويقف عند حدود الوظيفة. فإذا توقفت توقف الصوت. وقديما قيل: ليست النائحة كالثكلى، ليست النائحة كالثكلى. ولهذا قل التأثير إن لم يكن قد انعدم وبعد الناس عن جادة الصواب. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس الدعاة
يعف عن أموال الناس. لما عرض عليه سراقة المساعدة وقال: هذه كنانتي فخذ منها سهما، وإنك ستمر بإبلي وغنمي في موضع كذا وكذا فخذ منها حاجتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيها. فحين يزهد الدعاة فيما عند الناس يحبهم الناس، وحين يطمعون في أموال الناس ينفر الناس منهم. وإنه لدرس عظيم وبليغ للدعاة إلى الله عز وجل. من دروس الهجرة الجندية الرفيعة والبكاء من الفرح، يبدو أثر ذلك واضحا في جندية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وموقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأبو بكر رضي الله عنه عندما أراد أن يهاجر إلى المدينة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. بدأ في الإعداد والتخطيط للهجرة، فابتاع راحلتين، أي اشترى راحلتين، واحتبسهما في داره يعلفهما إعدادا لذلك اليوم. وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر كما في رواية البخاري وغيره. لقد كان يدرك بثاقب بصره رضي الله عنه، وهو الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم ليكون قائدا، أن لحظة الهجرة صعبة قد تأتي فجأة. لذلك هيأ وسيلة الهجرة ورتب تموينها وسخر أسرته لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الله قد أذن له في الخروج والهجرة بكى من شدة الفرح، حتى قالت عائشة رضي الله عنها في هذا الشأن: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. إنها قمة الفرح البشري أن يتحول الفرح إلى بكاء، كما قال الشاعر في هذا: ورد الكتاب من الحبيب بأنه سيزورني، فاستعبرت أجفاني، غلب السرور علي حتى إنني من فرط ما قد سرني أبكاني. يا عين صار الدمع عندك عادة تبكين من فرح ومن أحزان. فالصديق رضي الله عنه وأرضاه يعلم أن معنى هذه الصحبة أنه سيكون وحده برفقة رسول رب العالمين 14 يوما على الأقل، وهو الذي سيقدم حياته لسيده وقائده وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأي فوز في هذا الوجود يفوق هذا الفوز، أن يتفرد الصديق وحده من دون أهل الأرض قاطبة ومن دون الصحب جميعا برفقة سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. وصحبة في كل هذه المدة إنها أظهرت معاني الحب في أبي بكر يخاف على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار من أن يراهما المشركون، فإذا بأبي بكر لا يخاف على نفسه على قدر حزنه على النبي عليه الصلاة والسلام، ويعبر بأنه لا يخشى على نفسه الموت، وإنما يخاف أو يحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو كان يخاف على نفسه الموت لما رافق الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الهجرة الخطيرة، وهو يعلم أن أقل جزائه القتل إن أمسكه المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يخشى على حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى مستقبل الإسلام إن وقع الرسول صلى الله عليه وسلم في قبضة المشركين. الحب من أبي بكر الذي جعله يقول: شرب النبي صلى الله عليه وسلم
حتى ارتويت. الحس الأمني في موقف الصديق أثناء الهجرة حين لقيه رجل يعرفه فقال له: من هذا الرجل الذي بين يديك يا أبا بكر؟ قال: هذا هادي يهديني السبيل. فظن السائل بأن الصديق يقصد الطريق، وإنما كان يقصد سبيل الخير. وهذا يدل على حسن استخدام أبي بكر للمعاريض فرارا من الكذب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وفي إجابته للسائل تورية وتنفيذ للتربية الأمنية التي تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الهجرة كانت سرا وقد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. وجندية في موقف علي بن أبي طالب مثال للجندي الصادق المخلص لدعوة الإسلام، حيث فدى قائده صلى الله عليه وسلم بحياته، ففي سلامة القائد سلامة للدعوة، وفي هلاكه خذلانها ووهنها. وهذا ما فعله علي رضي الله عنه في ليلة الهجرة من بياته على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كان من المحتمل أن تهوي سيوف فتيان قريش على رأس علي رضي الله عنه، ولكن علي لم يبال بذلك، فحسبه أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الأمة وقائد الدعوة. دروس في الهجرة فيها فن قيادة الأرواح وفن التعامل مع النفوس، بات ذلك واضحا في الحب الذي سيطر على قلب أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، حيث كان هذا الحب نابعا من القلب وبإخلاص، لم يكن حب نفاق ولا نابعا من مصلحة دنيوية أو رغبة في منفعة أو رهبة. إن أسباب هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل في صفاته القيادية الرشيدة، فهو يسهر لينام ويتعب ليستريح ويجوع ليشبع، كان يفرح صلى الله عليه وسلم لفرحهم ويحزن لحزنهم. فمن سلك سنن الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابته في حياته الخاصة والعامة، وشارك الناس في أفراحهم وأتراحهم، وكان عمله لوجه الله، أصابه شيء من هذا الحب، إن كان من الزعماء أو من القادة أو المسؤولين في أمة الإسلام. فإذا أحب الله بباطن عبده ظهرت عليه مواهب الفتاح، وإذا صفت لله نية مصلح مال العباد عليه بالأرواح. إنها القيادة الصحيحة التي تستطيع أن تقود الأرواح قبل كل شيء، وتستطيع أن تتعامل مع النفوس قبل غيرها، وعلى قدر إحسان القيادة يكون إحسان الجنود، وعلى قدر البذل من القيادة يكون الحب من الجنود. فقد كان صلى الله عليه وسلم رحيما وشفيقا بجنوده وأتباعه، فهو لم يهاجر إلا بعد أن هاجر معظم أصحابه، ولم يبق إلا المستضعفون والمفتونون ومن كانت لهم مهمات خاصة بالهجرة. صلى الله على سيدنا محمد النبي الذي لم يثنيه عن دعوته شيء من المصاعب، كل المصاعب هذه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه من مكة إلى المدينة لم يجد لحظة يمكن أن يقدم فيها دعوة إلى الله، يدعو الناس إلى الإسلام فرادى وقبائل، إلا انتهزها واهتبلها وراح يدعو إلى الله. فكيف بقية الطريق إلى المدينة؟ هذا الذي أحدثكم عنه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى مع المحاضرة المقبلة. أستودعكم الله لوقت قصير، في البعض بيغلق المحاضرة، لا دي المحاضرة الأولى، الساعة الأولى، وهناخذ الساعة الثانية إن شاء الله نكمل فيها الهجرة دروسا وعبرا وتتمة مسيرة الهجرة. وإن شاء الله معاكم أيضا يوم الخميس غدا في محاضرتين، لكن في رمضان ممكن الوضع يختلف، هنخبركم عنه في حينه إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، أحييكم بتحية طيبة كريمة من عند الله، فعليكم سلام الله ورحمة الله وبركات الله. أما بعد، فهذا درسنا الثالث والتسعون إن شاء الله تعالى مع كلمة التوحيد بصفة عامة، مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة أخص. ها نحن قد ذكرنا لكم في المحاضرة السابقة دروسا من الهجرة، حتى لا تكون الهجرة مجرد رحلة نتسلى بها إذا ما تعرضنا لها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو مع كل عام هجري جديد نتحدث عن الهجرة كأنما هي قصة، كأنما هي رحلة. لا، الهجرة دروس، الهجرة عظات، الهجرة عبر. ومن بين دروسها وعظاتها، بخلاف ما ذكرت لكم أننا الآن نمضي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة، تجاوزنا نزول النبي عليه الصلاة والسلام عند أم معبد بقصتها، وسراقة ابن مالك بقصته، معجزات والله. إلا حدث عندي أم معبد كان معجزة، حل بشاة لا لبن فيها ولا لحم، وإيه خذ لبن ما شاء الله، يشرب القوم جميعا ويعودون الشرب، ويحلب إناء كبير عليه الصلاة والسلام ويتركه في الخيمة، مما جعل زوجه يقول: أم معبد، من أين هذا اللبن ولا حلوبة في البيت؟ يقول: لا، عندنا حلوبة وحلوبة، ومر بنا رجل مبارك وكان من حديث كيت وكيت. أعجب منه ما حدث مع سراقة، انتصارات سراقة الذي كل همه أن يحصل على الجائزة، كل همه أن يحصل على الجائزة. نعم، لكن سبحان الله، أصبح جادا في الطلب وبات حارسا لهما، عناية إلهية. مشى النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق، لقي النبي صلى الله عليه وسلم بريدة ابن الحصيب الأسلمي، ومعه نحو 80 بيتا. النبي عليه الصلاة والسلام يترك هذه الفرصة في الدعوة إلى الله؟ لا، دعاه إلى الإسلام فأسلم. أسلم بريدة، أسلم بريدة وأسلم من معه 80 بيتا. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، فصلوا خلفه. العشاء الآخرة ذا قيل على أنه المغرب أيضا العشاء الأولى، يبقى العشاء المعروفة العشاء الآخرة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة فصلوا خلفه، وأقام بريدة بأرض قومه حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد. وعن عبد الله بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل ولا يتطير، فركب بريدة في 70 راكبا من أهل بيته من بني سهم، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ممن أنت؟ قال: من أسلم.
قال لأبي بكر سلمنا. قال من بني من؟ يعني أي بيت في بني أسلم؟ قال من بني سهم. قال خرج سهمك. الله أكبر، الله أكبر. نبي لا يدع مجالا لدعوة ملكت عليه شغاف قلبه، فلا يفتر لحظة واحدة عن دعوة الناس إلى دين الله مهما كانت الظروف قاسية والأحوال مضطربة أو كان الأمن مفقودا، بل انتهز هذه الفرصة لتبليغ دعوة الله تعالى. يذكرك هذا بموقف سيدنا يوسف عليه السلام، سجين، سجين مظلوم، ومع ذلك يعرض دعوته على أصدقاء السجن. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فانتظر ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ورسول الله عليه الصلاة والسلام قد أمر بأن يقتدي بالأنبياء والمرسلين من قبله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فها هو الرسول عليه الصلاة والسلام في طريق هجرته إلى المدينة، يلقى بريدة ابن الخصيب فيدعوه إلى الإسلام، وقد انتقل إلى المدينة بعد غزوة أحد، فغزا مع الرسول عليه الصلاة والسلام 16 غزوة، وأصبح بريدة بعد ذلك من الدعاة إلى الإسلام، وفتح الله لقومه أسلم على يديه أبواب الهداية واندفعوا إلى الإسلام وفازوا بالوسام النبوي الذي نتعلم منه منهجا فريدا في فقه النفوس. فقال صلى الله عليه وسلم: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، أما إني لم أقلها ولكن قالها الله. متفق عليه. وفي طريق الهجرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم رجلين مهنتهما لصان قاطع طريق من قبيلة أسلم، لكن تركوا القبيلة وفي الطريق قطع طريق لصوص، يقال لهما المهانان، فدعاهما النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليهما الإسلام فأسلما، ثم سألهما عن اسميهما فقال: نحن المهانان. قال صلى الله عليه وسلم: بل أنتما المكرمان، بل أنتما المكرمان. وأمرهما أن يقدما عليه المدينة صلى الله على سيدنا محمد. وفي هذا الخبر يظهر لنا اهتمامه عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله، حيث اغتنم فرصة في طريقه ودعا اللصين إلى الإسلام فأسلم. وفي إسلام هذين اللصين مع ما ألفاه من حياة البطش والسلب والنهب دليل على سرعة إقبال النفوس على اتباع الحق إذا وجد من يمثله بصدق وإخلاص، وتجردت نفس السامع من الهوى المنحرف. وفي اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بتغيير اسمي هذين اللصين من المهانين إلى المكرمين دليل على اهتمامه صلى الله عليه وسلم بسمعة المسلمين ومراعاته مشاعرهم إكراما لهم ورفعا لمعنوياتهم. وإن في رفع معنوية الإنسان تقوية لشخصيته ودفعا له إلى الأمام ليبذل كل طاقته في سبيل الخير والفلاح. هذا ومما وقع في الطريق إلى المدينة أنه صلى الله عليه وسلم لقي الزبير بن العوام
في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فرحب الزبير بالنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، ثم كساهما الزبير ثيابا بيضا. وكذا روى أصحاب السير أن طلحة بن عبيد الله لقيهما أيضا وهو عائد من الشام، وكساهما بعض الثياب فرحة زي فرحة العيد والثياب جديدة. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه ليصل إلى يثرب التي صارت المدينة المنورة بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل همه هذا الدين وهذه الرسالة وتلكم العقيدة، إن العقيدة الصحيحة السليمة والدين الإسلامي العظيم لهما أهمية كبرى في إزالة العداوات والضغائن وفي التأليف بين القلوب والأرواح، وهو دور لا يمكن لغير العقيدة الصحيحة أن تقوم به. ها نحن قد رأينا من هاجر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف جمعت العقيدة الإسلامية بينهم، بين الأوس والخزرج أولا وبين المهاجرين والأنصار ثانيا، والكل انصهر في بوتقة واحدة وقد جلسوا يترقبون وصول النبي عليه الصلاة والسلام، حيث بلغ مسامعهم بصورة أو بأخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج من مكة، فراحوا ينتظرونه. كم يمكن أن يستغرق من الأيام؟ 8 أيام. لكن كل يوم في انتظار من بعد 8 أيام لوصول النبي عليه الصلاة والسلام. يمر اليوم 8، 9، 10، النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل. لماذا؟ لأنه في 3 أيام قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بغار ثور، فاللي نقل الخبر إنسيا كان أو جنيا لم يذكر الأيام الثلاثة في الغار. فهذا الذي جعل الصحابة ينتظرون من بعد اليوم 8 وصول النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عروة بن الزبير: سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعد ما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهما السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة. قال ابن القيم: وسمعت الوجبة أي صوت الشيء والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه صلى الله عليه وسلم وخرجوا للقائه، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، منهم من كان لا يعرفه من صاحبه الصديق،
فأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه، والوحي يتنزل عليه، فإن الله هو مولاه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. قال عروة بن الزبير: فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال، وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها، وقد رأى اليهود في ذلك صدق بشارة حبقوق النبي: إن الله جاء من التيمان والقدوس من جبال فاران. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء علي كلثوم بن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة، والأول أثبت. هذا الخبر الموجز الذي يوجز لك نهاية رحلة الهجرة بوصوله عليه الصلاة والسلام إلى قباء في يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول للسنة الرابعة من الهجرة من نبوته، للسنة الرابعة من الرابعة عشر من نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وبعثته، التي تمثل السنة الأولى من الهجرة، فيما وافق شهر سبتمبر سنة 622 من ميلاد السيد المسيح عليه السلام، كان نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء، أول منزل من منازل المدينة. كيف ذلك؟ الخبر الموجز هذا على طريقة الإعلاميين كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. لما سمع المسلمون بمخرج الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم تذكر لنا كتب السيرة كيف كان سماعهم، ويغلب على الظن أنهم سمعوا صوتا كالصوت الذي انبعث من الجن قبل ذلك عند نزول النبي عليه الصلاة والسلام بخيمة أم معبد. الرحلة معروفة 8 أيام، لكن هذه طالت إلى 11 يوما، بثلاثة أيام قضاها النبي عليه الصلاة والسلام في غار ثور. صورة الاستقبال المتاحة للمسلمين في المدينة، أوس وخزرج ومهاجرين، إنه من بعد الفجر مثلا ممكن يفطروا يأكلوا طعاما ويخرجوا لاستقبال النبي عليه الصلاة والسلام لغاية لما يحين الظهر. جاء وقت الظهر يعودوا للصلاة والغداء والقيلولة مع شدة الحر، ويقولون يغلب على ظنهم إنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يصل في هذا الوقت، لأنه هيستظل في أي مكان. يصلوا العصر ويعودوا للاستقبال مرة أخرى لغاية لما تغرب الشمس. هذا دأبهم 3 أيام. في اليوم 11 في وقت الظهيرة الذي هو بالنسبة لهم غداء، يعني صلاة الظهر وغداء وقيلولة استراحة من حر الشمس الرهيب، من الذي خرج في هذا الوقت وما يكاد أحد يخرج؟ لكن هذا كبير من كبراء اليهود،
اسمه أبو الحصين. أبو الحصين، وشهرته فيما بعد عبد الله بن سلام. ولي قصة عجيبة. فأبو الحصين عبد الله بن سلام خارج عند نخلة له، أو نخل، قد علم أن النخل في المدينة كثير، وأطم من أطام المدينة، بساتين كذا لليهود اللي ملكوا وسادوا بعد ما تفرقت كلمة الأوس والخزرج، ما هو فرق تسد. طالع لي يا أبا الحصين يا ابن سلام، يأتي بتمر رطب. ليه؟ يعني البيت في أكل بسيط، ممكن يكون في جبنة قديمة، في مش معقول، في حاجة كده، عاوزة شوية تمر جنبيها، شوية رطب. طلع عبد الله بن سلام يجيب الرطب وركب النخلة، ومين معاه؟ عمته. عمته دي برضو يهودية، وهو يهودي. طب هو عمته راح ليه في الحر ده؟ لأن عبد الله بن سلام لما يكون على النخلة فوق في رطب هيسقط، هو قاعد بيجني الرطب من بين بقية التمر الذي لا يزال يابسا أو أخضر أو كذا، وبياخد الرطب، ففي رطب بيقع، هتسيبه؟ لا، تسيبه ازاي؟ ده يهودي عم. فأول ما تقع رطبة من النخلة، عمته تروح أخذها ومسحها وتاكل الرطب. عبد الله بن سلام فوق دلوقتي على النخلة، يستطيع أن يرى ما لا يراه من على الأرض. لفت انتباهه بياضا يعلو السراب، انت لما تنظر البعيد تشوف سراب كده، بس في خيال، في شيء ابيض جميل جاي. فراى بياضا، ما انت عرفت من شويه ان الزبير كسى النبي عليه الصلاه والسلام وابا بكر ثيابا بيضا. فراى ابن سلام بياضا يزول مع السراب، يعني بيتحرك كده، فلم يملك نفسه إلا أن صاح بأعلى صوت: الله أكبر، يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. الصيحة دي جت على غفلة بالنسبة لعمة ابن سلام. ويحك يا ابن سلام، ويحك يا أبا الحسين، يعني عاوزة تقول له قطعت مني الخلف منك لله، ده إذا كانت بتخلف يعني. ويحك يا ابن سلام، والله لو رأيت موسى بن عمران ما زدت على ما صنعت. والله لو رأيت موسى بن عمران، أعظم نبي من أنبياء بني إسرائيل، ما زدت على ما صنعت. قال: ويحك يا عم، والله إنه لأخ رسول الله، والله إنه لأخ موسى بن عمران، إنه لأخ موسى بن عمران. قالت: يا أبا الحسين، يا عبد الله بن سلام، أهو النبي الذي نجد اسمه وصفته عندنا في التوراة، وأنه يبعث فينا في آخر الزمان؟ قال: نعم، إنه لهو والله يا عمه. الرطب في حجر ابن سلام أو في عبه، الصعيدي فيكو أو الفلاح عارف يعني عب، عامل رابط حبل كده ويحط الرطب ما بين ثيابه الداخلية وثوبه. نزل، نسي انه كان رايح يتغدى، ونسي انه يروح البيت، ولا ياتي يضع الرطب في البيت ويلبس ثوب جديد. ابدا، ابن سلام
لما صاح صيحته سمعتها المدينة، مفيش مباني تحجز الصوت، وكله كان على هبة الاستعداد ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال ابن سلام: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، فثار المسلمون إلى السلاح، يعني للدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ربما يحدث حاجة يكون في مكيدة من اليهود من المشركين. المدينة مليانة، فيها مشركون وفيها يهود غير المسلمين، الأوس والخزرج والمهاجرون، غير المسلمين الأوس والخزرج والمهاجرين. فتلقوا الرسول عليه الصلاة والسلام فرحة عجيبة وتكبيرات، كبر المسلمون فرحا بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، وتلقوه وحيوه بتحية النبوة: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، وطوفوا به وحوله، والسكينة تغشاه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وقيل هنا انه الصغار من الانصار راحوا يسبحون ويحمدون، والبنات بنات الانصار يغنين بغناء الفرح والسرور. الانشوده المشهوره جدا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. شعر فرح بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام. مش صدق الله العظيم زي الرجل اللي ذكر أمامه طلع البدر، قال سورة طلع البدر علينا، أنا حافظ من القرآن سورة طلع البدر علينا، والثاني قال له صدق الله العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قصة طلع البدر علينا فيها كلام عند الجماعة أهل العلم والمحققين. ابن القيم بيقول: أنشدت هذه الأبيات عند مرجعه عليه الصلاة والسلام من تبوك، ووهم من يقول إنما كان ذلك عند مقدم المدينة. قاله ابن القيم في زاد المعاد، لكن مع التحقيق، لكن ابن القيم لم يأتي على هذا التوهيم بدليل يشفي، بدليل يشفي، وقد استنبط العلامة المنصور فوري من إشارات وتصريحات صحف أنبياء بني إسرائيل أن هذا حصل عند مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة، وهو استنباط قوي هذا. ولا يستبعد أن تكون هذه الأبيات أنشدت مرتين في الموقعين، مرة مع دخول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، ومرة عند مرجعه من تبوك، والأمر محتمل. خلاص، عشان الناس اللي بيقفوا على الوحدة يا جدعان تعرفين يعني. المهم الفرحة والبهجة، يا الله، بعد كل هذه المحن جاءت المنح، وجاءت المنح تترى. رسول الله عليه الصلاة والسلام في أمن من المدينة، في وسط أصحابه، في فرحة وبهجة. النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان خائفا في مكة، مطاردا في مكة، الآن أصحابه يلتفون به، يحدقون به، يطوفون حوله، الفرحة والبهجة، التهليل والتكبير، السلام على النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة النبوة: السلام عليك رسول الله يا نبي الله. هناك في مكة حتى محمد كانوا يستكثرون عليه، يقولون مذممة. زحف الفرح على المدينة كلها في استقبال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله. استنارت المدينة، وذلك سميت المدينة المنورة، المنورة بهجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام إليها. ولم تظلم المدينة إلا يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال بلال: أظلمت المدينة وأظلم كل شيء بموت النبي عليه الصلاة والسلام. نعود إلى عبد الله بن سلام.
الذي صرخ في الناس وكبر وقال جدكم معشر العرب قد وصل، جدكم الذي تنتظرونه. يقول: فكنت في من انجفل، انجفل يعني أسرع في استقبال النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلت وسط الناس. حد واخد باله مين ده؟ واحد جاي يفرح بالنبي عليه الصلاة والسلام. فدخلت واقتربت ودنوت من النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذت أتفرس ملامحه. الملامح والصفات موجودة في التوراة قبل ما تحذف. قعدت أدور عليها أيام الدكتوراه بتاعتي، صدقني وجدت عشرات البشارات، لكن كم حذف من البشارات. فهذا ابن سلام يقول: فدنوت منه فتفرست ملامحه فعرفت أنه هو النبي، هو النبي، لأنه ربنا سماه كده عندهم. لذلك تقرأ الآيات في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فتفرست ملامحه فعرفت أنه هو النبي. وقبل كده قال لعمته إيه؟ قالت: لو رأيت موسى بن عمران ما زدت على ما صنعت. قال: إنه والله لأخو موسى ابن عمران. قالت: أهو النبي الذي نجد اسمه وصفته في التوراة؟ قال: نعم يا عمة. اقترب، تفرس الملامح، قال: فعرفت أنه هو النبي. فتركت النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستريح. لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام بقباء خيمة، بقباء، ونزل على كلثوم ابن الهدم أو على سعد بن خيثمة، على خلاف يعني بين الرواة، قيل والأول أثبت. قال: لما هدأوا نزلوا وأكلوا عليه الصلاة والسلام وكذا، قال: فاستأذنت عليه، يعني قلت للصحابة اللي في حراسة النبي عليه الصلاة والسلام ولأصحاب البيت: ائذنوا لي على محمد عليه الصلاة والسلام. فدخل القوم أصحاب البيت، قالوا: يا رسول الله، هذا عبد الله بن سلام أكبر علماء اليهود، أكبر أحبارهم، يستأذن في الدخول. قال عليه الصلاة والسلام: إذنوا له. فدخل ابن سلام وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ورحب به صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد، إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فإن أجبتني عنهن آمنت بك وصدقتك. ما قالهوش أنا عندي الصفات عرفتها من التوراة وكذا، لكن يريد أن يتثبت وأن يزداد ثقة وإيمانا. فقال: اسأل يا ابن سلام. فقال: ما أول علامات الحشر؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟
وكيف يكون الشبه في الولد؟ رواية البخاري إنه بدأ يجيب على الأسئلة مباشرة، رواية أحمد فيها شوية تفصيلات. هذه التفصيلات إنه قال عليه الصلاة والسلام وهو يبتسم: لقد أخبرني عنهن جبريل آنفا. تم تسريب للأسئلة بتاعتك، الامتحان اتسرب. لقد أخبرني عنهن جبريل آنفا. أول ما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اسم جبريل، ابن سلام حملق بعينيه، قال: جبريل، جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة. فتلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. بعد ما تلا عليه الآية ردا على قوله جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة، ثم راح عليه الصلاة والسلام يجيب ابن سلام على الأسئلة. أول سؤال: ما أول علامات الحشر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نار تخرج من قعر عدن. عدن، على اللي بيحدث في عدن الآن. مقدمات الساعة يا إخواني، نذر الله تترى. ايه اللي بيحدث في عدن؟ تابعوه، شوفوا اللي بيحدث في عدن. قال: نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى ارض المحشر. تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قال. يبقى دي اول على اول اجابه على السؤال، انه هيطلع بركان من قعر عدن هناك قريبا من باب المندب، في نهاية اليابسة، في نهاية اليابسة يخرج هذا البركان. الأقمار الصناعية بتاعت وكالة ناسا صورت هذا البركان في قعر عدن موجود الآن، ينتظر متى يؤمر بالانفجار. نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث بات وتقيل معهم حيث قال. هذا أول سؤال. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. دي التحفة، السلطة المقدمة بتاعت طعام أهل الجنة قبل ما يذبح لهم الثور الذي أكل من أشجار الجنة. السلطة بتاعتهم الطحينة، شوف لما أنت تدخل محل كده تكون هتاكل كباب بحط لك السلطات والمخللات والطحينة لغاية لما تيجي يجي الكباب. لو كنت جعان يوم تحصل ايه؟ تقعد تاكل في السلطة وتاكل في الطحينة لغاية لما يجي الكباب يلاقيك شبعت، تقول لفه لي يا عم. المهم قال له زيادة كبد الحوت، يعني عندك من أعظم أنواع اللحوم السمك. ده ربنا سماه لحما طرية. أفضل شيء في السمك الكبد، أحلى حتة في الكبد اسمها الزيادة، زيادة كبد الحوت. ده عندنا في الدنيا مش هناك، ده شوف وأتوا به متشابهة. ده أنت ممكن تلاقي السمكة وكبدتها فيها شيء من المرار، ده في الدنيا. المهم قال له زيادة كبد الحوت. طب ابن سلام جاب الحتة دي منين؟ ما عندهم في
فيما تبقى من صواب في الكتاب المقدس. فزيادة كبد الحوت. قال له دي السؤال الثاني. قال له وكيف يعرف الشبه في الولد؟ قال له الرجل يفضي إلى المرأة. يفضي اللي هو وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، لقاء الزوجين، العلاقة الحميمية، يفضي بعضكم إلى بعض، الجماع، فإن الرجل يفضي إلى المرأة اللي هو العلاج. فإن سبق ماؤه اللي هو إيه بقى؟ المني. فإن سبق ماؤه ماءها كان الشبه له. لك الواد ده شبه أبوه. وإن سبق ماؤها ماءه كان الشبه له. الواد ده شبه أمه، شبه أخواله. الإجابة صحيحة 100%. راح ابن سلام قال أشهد أنك رسول الله، أنت أجبتني على الأسئلة الثلاثة إجابة لا تخر الماء، أشهد أنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، يعني أهل بهتان، الكذب في آخر صوره، ما هو كذب ولا إفك، لا بهتان. إن اليهود قوم بهت، اللي هي جت في الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قالوا إن كان فيه رسول الله قال فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فهم دول بتوع البهتان. إن اليهود قوم بهت ولئن علموا بإسلامي لبهتوني عندك فسلهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. خلاص ماشي يا ابن السلام. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يستدعي وفدا من علماء اليهود وفرصة لدعوتهم للإسلام. الأوس أسلموا، خزرج أسلموا، مهاجرون جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من اللطائف إنه كثرت حديث اليهود عن نبي آخر الزمان يبعث فينا ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم، كان سببا في إسلام من أسلم من الأوس والخزرج كما حكيت لكم عند بيعة العقبة الأولى والثانية. فبدأ الأوس والخزرج يقولوا لليهود مش هو ده النبي اللي كنتم تحدثوننا عنه وتقولون يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم؟ لا مش هو النبي اللي بننتظره من بني إسرائيل، مش من بني إسماعيل أم هاجر المصرية. إحنا شعب الله المختار نتبع نبيا أمه جارية، ليه يعني؟ شوف الاستكبار والأنفة اللي حصلت عند المشركين في مكة ضعفت عند اليهود. لكن لا بد من دعوتهم. راح النبي عليه الصلاة والسلام استدعى وفدا من اليهود وأكرمهم غاية الإكرام، وهو جالس وابن سلام مختبئ في الغرفة داخلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر يهود أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، أما تجدون اسمي وصفتي في التوراة؟ سورة الأعراف سورة مكية، وانت سمعت الآية آنفا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف هذا، يعلمه جيدا. أما تجدون اسمي وصفتي في التوراة؟ فنظر بعضهم إلى بعض هتقولوا إيه يا جدعان؟ تقول يا أولاد البتاع. قالوا لا لا، حركة كده يهودية مع بعضهم جابوا لا. يا معشر يهود، يعني ده أنا لو قلت لكم هاتوا التوراة أطلعها لكم كده وأعلم لكم عليها. قالوا لا. طيب يا معشر يهود، يا معشر يهود أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، أما
أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، ما تقولون في عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا عبد الله بن سلام، يا سلام، عبد الله بن سلام حبرنا وابن حبرنا، عالمنا وابن عالمنا، خيرنا وابن خيرنا، سيدنا وابن سيدنا. ايه ده؟ ايه التزكيات دي؟ ايه ده كله؟ ليه نازل انتخابات ولا ايه؟ كفايه كفايه، ايه ده كله؟ حبرنا وابن حبرنا، عالمنا وابن عالمنا، خيرنا وابن خيرنا، سيدنا وابن سيدنا. ما شاء الله ما شاء الله، ما تقولون إن أسلم؟ قال أسلم؟ لا لا، أعاذه الله من ذلك، أعاذه الله من ذلك. في اللحظة خرج ابن سلام من المختبأ وقال: يا معشر يهود، والذي أنزل التوراة على موسى إنه لهو النبي الذي نجد اسمه وصفته في التوراة، وأنه يبعث فينا في آخر الزمان، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شرنا وابن شرنا، وجاهلنا وابن جاهلنا، وسيئنا وابن سيئنا. ووقعوا فيه حتى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وضحك ابن سلام وقال: يا رسول الله، أما قلت لك إن اليهود قوم بهت؟ الحمد لله أنك سألتهم عني قبل أن يعلموا بإسلام. أهو شوف الموقف، هو عبد الله بن سلام اللي كان من شوية سيدنا وابن سيدنا أصبح سيئنا وابن سيئنا، عالمنا وابن عالمنا بقى جاهلنا وابن جاهلنا، خيرنا وابن خيرنا تحولت إلى شرنا وابن شرنا. هم اليهود، اليهود هم اليهود، قتلة الأنبياء نقضت العهود. وسيكون لنا مع اليهود وقفات بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام والدروس المستفادة بعد الهجرة. المهم الموقف هذا حدث، وأسلم ابن سلام وكان له أعظم الدور في الإسلام، وأيد الله صدق إسلامه في القرآن الكريم، حيث أنزلت فيه آيات، من بين هذه الآيات آية في سورة الأحقاف، في سورة الأحقاف: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بإجماع نزلت في ابن سلام، ابن سلام اللي روى لنا حديثا يقول فيه: لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان أول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. يا سلام يا سلام، أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في قباء يعمل إيه؟ يبني لهم مسجدا، يبني لهم مسجدا في ديار بني عمرو بن عوف. يبني لهم مسجدا، فبنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، حيث أقام عليه الصلاة والسلام أياما عند بني عمرو بن عوف وديار بني سالم.
اختلف في كتب السيرة الأيام اللي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي 4 أيام على قدر ما بنى مسجد قباء، ولا أكثر من هذا بلغت 14 يوما؟ مسألة بسيطة، علم لا ينفع وجهل لا يضر، لا ينبني عليها تكليف. في الأيام التي أقام فيها النبي عليه الصلاة والسلام بديار عمرو أو بني عمرو بن عوف، بنى مسجد قباء وصلى فيه، وهو أول مسجد بني في الإسلام وأسس على التقوى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه نزل قول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال المفسرون: نزلت في مسجد قباء أولا كما نزلت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له: ما المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: مسجدكم هذا، اللي هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. والآية هذه أيضا نزلت في مسجد قباء وهو أول مسجد أسس على التقوى، وأصحابه امتدح الله أهل قباء من بني عمرو بن عوف بهذا المعنى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وراح النبي عليه الصلاة والسلام يسألهم: أنتوا إيه الطهارة اللي ربنا بيحبها فيكم دي؟ يحبون أن يتطهروا. قالوا: يا رسول الله، إنا لا نكتفي بالاستجمار، نحن بعد أن نستجمر نستنجي، زيادة طهارة وزيادة نظافة. فربنا أحب فيهم جزئية الطهارة هذه والنظافة اللي تجدها في المسلمين ولا تجدها في غيرهم. المسلم اللي بيتمسك بدينه، واللي النهاردة اتضح للناس بعد 15 قرنا من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه النظافة تكون سببا في الوقاية من العدوى، والوقاية من الأوبئة، والوقاية من الطاعون، والوقاية من الكورونا. سبحان الله العظيم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال في قباء، بدأ بناء مسجد قباء فعلا، اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين، أو قال فصلى فيه صلاة، عشان تبقى مفروضة أو نافلة، كتب الله له ثواب عمره، أو كان كمن أدى عمرة لله عز وجل. لذلك كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم سبت يخرج من بيته هناك بعد ما وصل إليه عليه الصلاة والسلام، يذهب إلى قباء يصلي الضحى يوم السبت 2 أو 4 أو ما شاء الله له، لهذا الحديث الذي علمنا إياه عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كمن أدى لله عمره. منحة ومنقبة لأهل المدينة، عملية سهلة لمن يرد على المدينة، وروحي صلاة 2 في قباء. النبي عليه الصلاة والسلام في قباء، وإذا بعلي ابن أبي طالب الذي مكث في مكة 3 بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، قد أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، ولم يجد رضي الله عنه وأرضاه دابة يركبها للهجرة، فهاجر ماشيا على قدميه رضي الله عنه وأرضاه حتى لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونزل على كلثوم ابن الهدم. كذا حكاه ابن هشام
وابن القيم. وبعد إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء، وحيث أسس مسجد قباء وصلى فيه ونزلت فيه الآية: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يشكر أهل قباء، يشكر بني عمرو بن عوف على ضيافتهم وعلى حسن استقبالهم وجميل صنيعهم، فركب صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم الجمعة، ركب بأمر الله له وأبو بكر ردفه، وأرسل إلى بني النجار أخواله، أو تقول أخواله، تمشي على البدلية أو على الحال، وأرسل إلى بني النجار أخواله، فجاءوا متقلدين سيوفهم، فسار نحو المدينة وهم حوله. الله أكبر، العزة والقوة والمنعة. فجاءوا متقلدين سيوفهم فسار نحو المدينة وهم حوله، كما في رواية البخاري: وأدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف. يبقى أولاد عم بني عمرو بن عوف بني سالم، أدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانوا 100 رجل. ويعرف هذا المسجد إلى يوم الناس هذا باسم مسجد الجمعة. ورأيناه في طريقنا إلى قباء وبنمر به، وهو مسجد صغير لم يهتم به كما اهتم بقباء وبغيره من المساجد، مسجد الجمعة. ومش من السنة يعني انك انت مثلا تزور او كذا، الا كمعلم من معالم اللي معروفة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، مسجد الجمعة. فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانوا 100 رجل. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة حتى دخل المدينة، ومن ذلك اليوم سميت بلدة يثرب بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعبر عنها بالمدينة مختصرا. وكان يوما مشهودا أغر، فقد ارتجت البيوت والسكك بأصوات الحمد والتسبيح، وتغنت بنات الأنصار بغاية الفرح والسرور. وهنا جاء دور النشيد: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. والأنصار حول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة، لأن الحروب أكلتهم، حيث لا تجارات ولا زراعات مع الحروب التي أقامها فيهم اليهود، كما سبق أن ذكرت لكم طرفا من ذلك، حروب بين الأوس والخزرج حولت حالهم إلى أسوأ حال. فلم يكونوا أغنياء ولا أصحاب ثروات طائلة، لكن كانوا عربا، كانوا كراما، مع محبة النبي عليه الصلاة والسلام كان كل واحد منهم يتمنى أن ينزل الرسول عليه الصلاة والسلام عليه، وأن يبقى في بيته، لو لم يجد إلا أن يستدين الإكرام النبي عليه الصلاة والسلام لفعل، ولو كان يجوز أن يذبح له ابنه لفعل. فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته: هلم يا رسول الله، هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، كل بيت يقول هذا ويفعل قريبا من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، خلوا سبيلها فإنها مأمورة، كما أمر عليه الصلاة والسلام هو أن يخرج من ديار بني عمرو بن عوف إلى بيوت الأنصار. كذلك
ناقته مأمورة، خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم فبركت، ولم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، وكأن الناقة تحدد معالم وحدود المسجد النبوي، أوله في أول بروك لها وآخره مع البروك الثاني، فبركت أولا ولم ينزل عنها عليه الصلاة والسلام حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوال أبيه وأخوال جده صلى الله عليه وسلم. وكان من توفيق الله لهم، فإنه أحب صلى الله عليه وسلم أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك، فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم، فبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحل النبي صلى الله عليه وسلم فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع رحله، متاعي خلاص عند أبي أيوب، المرء مع رحله. وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته عليه الصلاة والسلام، فكانت عنده ظفر براحلة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أنس عند البخاري قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: إن أنا يا رسول الله، هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. قال: قوما على بركة الله. أبو أيوب أخذ الرحل ودخل وهيئ البيت وأعده، وبقي عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب الأنصاري أياما، إلى أن بني المسجد وبنيت حجرات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام حول المسجد. وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة وبنتاه فاطمة وأم كلثوم وأسامة بن زيد وأم أيمن، وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر ومنهم عائشة، وبقيت زينب عند أبي العاص لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد بدر. وهنا استقر المقام برسول الله صلى الله عليه وسلم ليبدأ جهادا جديدا. ماذا بعد الهجرة؟ إقامة الدولة الإسلامية الفتية. كيف أقام النبي صلى الله عليه وسلم دولته في المدينة المنورة بصلة المسلم بربه، مرموزا لها ببناء المسجد، وصلة المسلم بإخوانه، ورمزها الإخاء والمؤاخاة بين الأوس والخزرج والمهاجرين والأنصار، وصلة المسلم بغير المسلم مرموزا لها بالمعاهدات بين النبي عليه الصلاة والسلام واليهود. وهذا موضوع محاضرة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. انتهى الوقت وزاد عليه بضع دقائق، إلى أن ألقاكم غدا إن شاء الله الخميس، وهنئكم إن شاء الله بحلول شهر رمضان المبارك على ما نحن فيه، وكيف نستقبل رمضان، وكيف عاد إلينا رمضان. وإلى ذلكم الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.